طبعت هذا الورق في 2013. هذا الورق فيها مناشدات من 2013 انا بنتحملها بعد كل 3 اشهر. اجي للسفاره اقول لهم ضربوا مستحقات الطب. طبعا تم فصل طلاب كثير هنا في روسيا، طبعا هم صبروا عليهم هذه السنة. السنة الثانية كل الجامعات خصوصا في روسيا لن تقبل أي ورقة من السفارة. يعني وصل حالنا إلى يعني حالة لا يعلم بها إلا الله.